بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أبعث لسموكم هذه الرسالة عن بعد ونحن على مشارف التقلب على جائحة كورونا العالمية والخروج منها بسلام وبتحقيق أعلى معايير النجاح. بفضل توجيهات سموكم وجهود حكومتنا الرشيدة بجميع الوزارات وعلى رأسهم اللجنة الدائمة لإدارة الأزمات بالدولة، واستجابة شعبنا الكريم لتعليمات الأجهزة المعنية من احتراز وتباعد اجتماعي والأخذ بمعايير صحية أذهلت جميع المراقبين. وتعلمون سموكم كما يقول الأولون إن المنح تأتي دائما بين طيات المحن، ولعل أولى هذه المنح هي فترة العزل المنزلي التي أعطتنا الوقت للتفكير فيما حبان الله عز وجل من نعم، ولعل أولى هذه النعم وجودنا في دولة فتية تأخذ بأسباب الرقي في سرعة أذهلت العالم وبقيادة حكيمة تمتلك رؤية بعيدة ومتميزة وطموحا لا حدود له لوضع وطننا الغالي موضع النجوم بين الأمم. ولقد أعطتنا فترة العزل المنزلي أيضا فرصة للتفكير فيما حدث من تطور في بلدنا الغالي في الفترة الأخيرة. وبقيادتكم الحكيمة ورعاية سمو الأمير الوالد حفظه الله في كل مناحي النهضة من صحة وتعليم وزراعة وصناعة وأمن غذائي وثروات طبيعية وتعدين وتخطيط عمراني وبنية تحتية وطرق وجسور ووسائل مواصلات وملاحة وموانئ وغيرها من الإنجازات التي نحتاج لأيام لسردها، حتى أصبحنا الدولة الأولى عربياً وأقليمياً في كثير من نواحي التعليم والصحة، وهما أهم أسباب بناء الفرد في بلدي، بل وأصبحت من أول 10 دول في العالم أجمع في هذه المجالات. وكوني من أهل الرويس أراقب ما يحدث حولي من نهضة وتقدم في مدينتي، بدءاً من توسعة طريق الشمال المؤدي إليها، مروراً بما حدث فيها من تطوير شمل افتتاح نادي رياضي جديد وتوسعة ميناء الرويس وافتتاح العديد من المدارس بجميع المراحل، هذا فضلاً عن المشاريع القائمة مثل الكلية البحرية ومجمع المصالح الحكومية ومنتجع زلال الصحي وكورنيش الرويس إلى آخره من المشاريع المهمة، وكان آخرها افتتاح مركز الرويس الصحي الجديد الذي قام بافتتاحه معالي رئيس الوزراء افتتاحاً ناعماً خلال هذه الجائحة، والذي يعد صرحاً صحياً عظيماً أضاف الكثير إلى الخدمات الصحية للمكان لتقديم رعاية صحية أولية بمعايير دولية عالمية قد تفوق في تقدمها بعض الدول المتقدمة. وهذا ما يدفعني كأحد أبناء المنطقة أن أطلب من سموكم التكرم بتحقيق حلم كبير لأبناء المنطقة الواعدة والمناطق والمدن والقرى المحيطة بها، طالما راودهم وهو إنشاء مستشفى عام بالمنطقة التي يتنامى عدد السكان بها بتنامي المشاريع المقامة عليها، ولتكون هناك رعاية صحية ثانوية متسقة مع الرعاية الصحية الأولية المتميزة المقدمة، حيث أن أقرب مستشفى لنا هي مستشفى الخور على بعد حوالي 70 كيلومتر من منطقتنا، مما قد يؤثر على علاج الحالات الحرجة والعاجلة المحولة إليها، علماً بأن فكرة إنشاء مستشفى عام في المنطقة كانت قائمة من قبل عام 2005، وتكرر ذلك منذ سنوات من قليلة عند مروركم الكريم بالمنطقة. وختاماً أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وأميرنا وحكومتنا وشعبنا من كل سوء ومكروه. عاشت قطر حرة مستقلة، وعاشت حكومتها رشيدة أمينة، وعاش شعبها آمنا مطمئنا، وعاش أميرنا عزيزا أبيا كريما سخيا، وظلت أيديه البيضاء كريمة العطاء عظيمة السخاء ممتدة لنا بالرحمة والشفاء، فتذهب الألم وتمنح الأمل وتطبع البسمة على كل شفاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبكم علي بن حسين بن علي السادة.